قدر البلاد صباح اليوم جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية إقليم جهور دار التعظيم بماليزيا، وذلك بعد حضوره سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 في نسخته 15، تلبية لدعوة تلقاها من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وكان في وداع جلالة السلطان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.